Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Al-Amin Alao and I am here to recite chapter 34, verses 1 to 54. Try to stand by, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ربي لتأتينهما من غيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معتدين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويوم الذين أوتوا علم فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يعلمكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نسقط بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك الآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير ولنا مهجير عن المصابرات وقدر في إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأسلنا له عين الكتب ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يضل منه من آياتنا نضله من عذاب السعير يعملون له ما شاء مما قيل وتنافيه فلما قضينا عليه الموت وتمرهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتا فلما خر تبينت الجن أنه كانوا يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال بلدة طيبة ورب غفور فعبدوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أولي الخمس وأثل وشيء من سر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ولم نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم
وجعلناهم آتيتا وتمزعهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شر وربك على كل شيء حفيظ ولد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن علم له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقهم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعلمون قل يجمع بيننا ربنا ثم يتوب بيننا بالعدل والفتاح العليم قل أولي الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستحون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم إلى بعض فليقل الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون قالوا نردد أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يسر الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب مقدرون قل إن ربي يسجد رزقا لمن يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون في يوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا وعذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤهم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما عائلكم بواحدة ما تقولوا لله نفع وفرادا ثم تتفكرون ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كل ما سألتكم من أجر فهو
حولهم إني إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يخلف بالحق عيام الغروب قل جاء الحق وما يكون الباطل وما يريد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فما يهدي إليه ربي إنه سميع قريب. ولا ترفضوا فلا فوت وخذوا من مكان قريب. فقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويزفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. مع السلامة.